قال لي واحد بس والله الناس بتلعبني. ازيكم يا شباب؟ دلوقتي هنلعب لعبة حرب العصيان. بس انتوا كتبتولي في التعليقات العبوا مرة تاني. انا النهاردة طورت كل حاجة، جبت ارقام كتيرة بس انا طورت كل حاجة. هو اعطر ولا اعطر؟ بس اسمه انها كتير جدا، انا اشيل منها شوية. بس ايوه بقى شوية اكتر. اجري يا لعوي، ايه جيش رمضت معك فيها؟ لا انت بتهزر. تستات كل حد. بس والله ما زودت الشيلد بتاعي. يا عندي فلوس محترمة. والله ده هجيب اتنين انباط عشان ماتش يخلص عليها.
المضطرية. يلا خلصهم خلصهم. بس والله زودتهم من الذهب. ليه تنين أقوية؟ بس والله دمك أقوية. ده مزود، ده مزودتهم. بس والله هيك عمال دم بيطلع. بس والله بياخد وقت طويل، بياخد وقت طويل عما يخلص. يا حلو شكله الولع يتلسف. هو املي املي اكتر اكتر. اوه زادت الفلوس بتاعتي، لازم ازود كتير قوي من الاسهم. ايوه زود 10 هنشيل منهم شويه. وصلت لأعلى رقم، وصلت لأعلى كتير. هجيب جيش مبلغ محترم كتير. ايه ده انت بتهزر؟ انا بجيب التكت هنا بيزيدوا. اها يا حبيبي، جالك يا حبيب قلبي. والله الجيش زاد، بس والله قاعدين يعملوا مكملات الاشياء. بس يسلم، مع السلامة يا شباب.